يخلص الأسطورة مي. مساء الخير. مساء الخير يا رشا. مبروك لأن نجاح كبير جدا. ويمكن السؤال التقليدي، انت كنت متوقعه انك هتعلمي مع الناس قوي كده من خلال شهد؟ بصي، هو انا قبل المسلسل كنت كذا لقاء في الجورنال، يعني كان كذا حد كلمني، فانا كنت دايما بقول لهم انا حاسه ان انا بعمل السنه دي دور هيبقى حاجه مهمه جدا في مشواري الفني. كلام تاني. وقلت لهم قبل رمضان انا بعتبر، كان تصريح ليا قبل ما رمضان يبدا، ان شاهد اولى ادواري في الدراما المصريه. انا كنت حاسه ان انا السنه دي عامله حاجه مختلفه، كنت حاسه ان انا طالعه بشكل جديد وحتى ادائي مختلف، بس ابدا لا، ما توقعتش النجاح للدرجه دي. يعني كنت حاسه ان انا الناس هتعلق ان انا مختلفه، ان طالعه بشكل مختلف، بس كنت حاسه يمكن ان ممكن التعليق ده يجي متاخر بعد الحلقه 15 ال16. لا ده من الاول خالص. ما ده انا فوجئت بيه. لا، ويعني طبعا ليكي كم كبير جدا من المعجبين من الشباب بشكل واضح. محمد سامي يتصرف بقى، هو اللي جانا على نفسه زي ما بيقولوا، لكن كمان كل الاعمار وكل الاجيال. انا كنت بشوف امهات بيموتوا عليكي. شهد طلعت، شهد اتضربت، شهد بتعيط، شهد اتجوز عليها، يعني كانت قصه شهد. الحمد لله. هي اتصدقت قوي شهد، يمكن عشان كده. ممكن اسال سؤال صريح شويه؟ اتفضلي. كنت تتمني ان شهد الدور نفسه او مي نفسها تبقى ناجحه كل هذا النجاح في اطار عمل تاني، ولا انت فرحانه بالاسطوره؟ انا فرحانه جدا بالاسطوره. فرحانه بيه جدا. بدورك بس ولا بالعمل كله؟ بالعمل كله اكيد فرحانه بدوري، لان النجاح بيبسط يعني. فهو العمل ككل نجاح، يمكن نجاح استثنائي يعني، مش نجاح عادي. والهجوم اللي تعرض ليه العمل؟ طبيعي ان اي حاجه بتتهاجم، ويعني بيبقى في ناس حباها وناس مش حابينها، بس في الاخر يعني الماجوريتي ايه، يعني الطاغي ايه، في الاخر هو نجح نجاح كبير قوي. فحتى لو في شويه هاجموه، نجاح غطى على الموضوع ده، نجاحه كبير طبعا. المسلسل تعرض لهجوم كبير، يمكن مش انت، يعني انت رغم كل الـ علامات الاستفهام اللي حول المسلسل